أهلا بكم. منذ الانقلاب المسلح لميليشيا الانتقالي في يونيو من العام 2020 باتت سقطرى في حكم الجزيرة اليمنية المحتلة نتيجة للسيطرة العسكرية وتقاسم النفوذ بين القوات السعودية والإماراتية وميليشيا الانتقالي. البداية من ميناء سقطرى الذي تتمركز فيه قوات مشتركة سعودية وأخرى تابعة لميليشيا الانتقالي المدعومة من الإمارات، لكن الإمارات هي المستفيد الأكبر من هذه السيطرة، واستخدمت الميناء في تفريغ شحنات ومعدات عسكرية ومسلحين من خارج الجزيرة. يعد المطار من أحد مراكز السيطرة المشتركة وأحد أهم المواقع الحيوية للقوات الإماراتية والسعودية، تستخدمه الدولتان في نقل وإعادة ضباطها وقياداتها العسكرية، كما تستخدمه أبوظبي لنقل الأجانب وقيادات ميليشيا الانتقالي التابعين لها. كما تتخذ قوات لواء الواجب 808 السعودية معسكرا لها قرب المطار، يضم معدات عسكرية ضخمة في المكان ومدرعات حديثة. كما تتخذ القوات السعودية من مبنى إدارة حماية البيئة الحكومي، تتخذه مقرا لقيادتها الرفيعة داخل مدينة حديب عاصمة الجزيرة. بالقرب من مدرج المطار بالتحديد في الجهة الغربية بمحاذاة اللواء الأول مشا بحري، أنشأت الإمارات قاعدة جوية تضم حظائر للمروحيات، ويشرف عليها إماراتيون ومصريون وعدد من الخبراء الأجانب من جنسيات أخرى. يقع أحد أهم المواقع العسكرية للإمارات بسقطرى على أرض المطار الترابي القديم في الجزيرة، وبالقرب من مصنع برايم الإماراتي للأسماك، يضم عددا كبيرا من الحاويات التي تحتوي على أجهزة ومعدات عسكرية يتم استخدامها في تجهيز شبكات الاتصال اللاسلكية وغيرها من أنشطة الاحتلال الإماراتي، ويقوم عليها وعلى حراستها عشرات العناصر عربية وأجنبية. عقب الانقلاب المسلح سارعت الإمارات في إنشاء عدة مواقع عسكرية مطلة على السواحل الغربية والشرقية للجزيرة. في يوليو من العام 2020 أنشأت الإمارات عبر ميليشياتها موقعاً عسكرياً في رأس مومي بمنطقة جمجومة، وهو موقع مطل من أعلى جبال سقطرى على السواحل الشرقية للأرخبيل. في غرب الجزيرة أنشأت الإمارات موقعاً عسكرياً للمراقبة البحرية في مركز شوعب غرب سقطرى. هذا الموقع الذي أنشأته الإمارات حاولت من خلاله أيضاً الإشراف على عملياتها العسكرية هناك، كما أنشأت موقعين آخرين في منطقتي غوبة وقادامة غرب الجزيرة أيضاً. من أهم المراكز والمعسكرات التي باتت تحت سيطرة الإمارات عبر ميليشيات الانتقالي مقر اللواء أول مشاة بحري في منطقة موري، معسكر القوات الخاصة، مركز الشامل الأمني، مقر إدارة الشرطة مع معسكرات الحزام الأمني في حديب وقلنسية وعبد الكوري، ومعسكر حرس السواحل الذي يضم طرادات بحرية، ومعسكر أيضا لقوات حرس الحدود، ومعسكر الجيش الجنوبي في نوجد. كل ذلك تسيطر عليه الإمارات عبر ميليشيا الانتقالي في أرخبيل سقطرى.